الناس اللي كانت عماله تولول على الفيسبوك ويا حبيبي يا مصطفى وانا كنت مقصره معاك وانا كنت مقصر معاك. والله يا جماعه ما في حاجه اسمها نمبر 1، كل حاجه ليها اكلها، كل حاجه ليها طعمها، كل حاجه ليها وجهه نظرها. مع اقتراب نهاية سنة 2023 بتقدم لكم صفحة أخبار الغد موجز سريع لأهم الفنانين والفنانات اللي رحلوا عن عالمنا خلال السنة دي، واللي بيتخطى عددهم 60 فنان من داخل وخارج الوسط الفني، واللي أسباب رحيلهم تعددت بين المرض والحوادث والموت المفاجئ، وبنتمنى إن ربنا يرحمهم وتفضل ذكراهم خالدة، ويفضل الجمهور دايما يفتكرهم ببصماتهم الفنية الجميلة اللي حببت فيهم الجماهير. البداية كانت في شهر إبريل مع الخبر الصادم لوفاة شيرين الطحان بعد صراع طويل مع مرض السرطان، واللي بسببه فضلت في المستشفى بتصارع المرض لمدة 30 يوم اتدهورت فيهم حالتها تماماً، وده أدى لوفاتها. حسيت أن أنا قلبي وجعني جداً، عندي مشكلة شديدة في التنفس، مش عارف أخذ نفسي خالص. فجيت على طوارئ هنا، هم عملوا لي الكشوفات اللازمة وعملوا لي تحاليل الدم، فلقوا دي دايمر مرتفع، لقوا انه مكونات الدم نازلة، الصفايح، الهيموجلوبين، البوتاسيوم كمان كان نازل، يعني حاجات كتير قوي نازلة. فبتلزم ان انا اعلق البوتاسيوم ده ما بتعلقش الا في الرعاية، والنقل الدم طبعا لازم اكون موجودة عشان ما يحصلش اي رياكشن او حالتي تبقى فيها مشكلة. بس فانا قمت كنت في الطوارئ زي ما قلت لك، فكتبت على خروج على مسؤوليتي الخاصة. فلما روحت البيت لقيت نفسي تعبانة قوي. مصطفى درويش واحد من الفنانين اللي وفاتهم أثارت حالة كبيرة من الحزن والتعاطف لدى الجماهير، وده بسبب الأعمال الخيرية الكتير اللي عملها قبل وفاته واللي خلت الكل يتأثر لرحيله. مصطفى درويش توفى في مايو عن عمر يناهز 43 سنة بعد ما تعرض لأزمة قلبية مفاجأة. أنا بحبكوا أكتر من أي حد في الدنيا. مصطفى درويش. الناس اللي كانت عمالة تولول على الفيسبوك ويا حبيبي يا مصطفى وانا كنت مقصرة معاك وانا كنت مقصر معاك وانا مش عارف مش مصدق وانا مش مصدقة، واللي عاملة لي نفسها ان هي خلاص هتموت واللي بيغمى عليها واللي هتولد على الفيسبوك، فين فين والله فين، يعني فين انتوا؟ ايه كلمة النفاق اللي انتوا فيها دي؟ انتوا كلكم هتموتوا زينا والله. انا يعني في حد اسمه عمرو حسن، انا بتاسف له على فكره، انا دخلت في الريل ده شمال ان هو قال ان احنا فعلا لا ده احنا منافقين، انا دخلت في شمال ان هو بيقول احنا بس بتوع بوستات تاني يوم. لا فعلا عمرو حسن عنده حق، انا دخلت في شمال وعملت له الموف، انا بتاسف له بجد، ما قالش كلمه غلط، احنا منافقين جدا. يخرب بيت نفاقكم، يخرب بيت الفيسبوك، على بيت اللايكات، على بيت التصوير، على بيت الكومنت. انتوا ايه بتاكلوا ايه؟ يعني انتوا تربيتوا ازاي؟ ايه الوساخة وقلة الأدب دي؟ ده واحد كان في بينكم وبين بعض عيش وملح، يعني مكسل تنزل تسوق عربيتك ولا مكسلة تنزلي تسوق عربيتك لحد عنده تعزي فيه تبوري بخاطر أهله إن لسه ليه صحاب وإن صحابه هيسألوا على أمه وهيسألوا على عياله؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده أنتوا كلكم هتموتوا هتضربوا بالجزم أقسم بالله، ما هتلاقي حد يعبر. بنفس المرض اللعين اللي توفت بيه الفنانة شيرين الطحان رحل عن عالمنا الفنان أشرف مصلحي في شهر سبتمبر، ورحل أشرف وساب وراء أكتر من 70 عمل تنوعوا بين السينما والتلفزيون والمسرح. اوعى تكون بتفكر بالطريقة دي، خصوصا انك عارف ان عمر ما كان فيه بيننا الكلام. لا فيها بك فيه أعمال. أرض ايه وفنادين ايه؟ الأرض والفلوس كل ده بيروح ويجي، لكن احنا نعوض ام زي العسل زي كده. عارفه يا شاديه، لو المليان كب على الفاضي ما كانش ده بقى حال الناس. فين كل يوم واحد بيتخطف مننا لحد ما هنخلص. الفنان عثمان محمد علي والد الفنانه سلوى عثمان واحد ابناء جيل عمالقه الفن الكبار رحل عن عالمنا في نوفمبر بعد ما متع جمهوره بكتير من الاعمال الفنيه العالقه في اذهاننا زي عائله الحاج متولي ولن أعيش في جلباب أبي.
بسبب حادث سير واصطدام حد بعربية الفنان أشرف عبد الغفور على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. رحل الفنان في شهر ديسمبر. سيارة ملاكي بيقودها أحد الفنانين التشكيليين صدمت الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف. يعني دي سيارة أشرف عبد الغفور اتخبطت من الخلف، هو كان بيقود السيارة بنفسه ومعاه زوجته السيدة فاطمة، اختلت عجلة القيادة بتاعته، دي العربية اللي خبطته. يعني دي العربية اللي خبطت الفنان أشرف عبد الغفور. وأعتقد كمان معنا فيديو يا جماعة، ارتطمت بالرصيف. آدي فيديو للعربية الفنان أشرف عبد الغفور بعد ما يعني اختلت عجلة القيادة في إيده وخبط في الرصيف. من الواضح إن هو تعرض كمان طبعا لأزمة كبيرة هنا الخضة كمان، فمعلوماتنا بتقول أنه نقل متوفيا بالفعل لمستشفى الشيخ زايد لأنه عضلة القلب توقفت مباشرة عقب الحادث. فالحقيقة حادث صعب جدا، لانه لو انتوا شايفين فعلا العربية هي مهشمة من ورا، يعني هو قاعد قدام، حتى السيدة فاطمة الحمد لله بخير ومجرد كدمات، والصدمة كانت من الخلف، لكن واضح انه هو لم يتحمل كمان الصدمة والخوف والرعب ودخل في رصيف. تم التحفظ على قائد السيارة الثانية. وآخر سلسلة الوفيات المتتابعة السنة دي كانت الفنانة ناهد فريد شوقي اللي توفت من كم يوم، واللي بتنحدر من عيلة فنية خالصة لأنها بنت الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان وخالها الموسيقاري الكبير محمد فوزي وأختها الفنانة رانيا فريد شوقي، وكانت متجوزة من المخرج مدحت السباعي، وبنتها هي الفنانة ناهد السباعي ومحمد السباعي المنتج والمخرج والممثل في نفس الوقت. دي كانت مجموعة فقط من بين عدد كبير من الفنانين اللي رحلوا وسابوا ذكرى وبصمة ومحبة في قلوب جماهيرهم، غير الفنان محمد الأدنداني والفنانة سلوى العرابي والفنانة لبنى محمود والفنانة منحة زيتون والفنانة كريمان والفنان محمد فريد والفنان طارق عبد العزيز والمطربة رانيا شعلان والفنانة سلوى محمود والموسيقار حسين فوزي والفنان مجدي عبد الوهاب وغيرهم من الفنانين الكبار اللي بندعي لهم دايما ربنا يرحمهم ويغفر لهم. قولينا مين اكتر فنان اتعلقتي بيه وبأعماله وتأثرت بعد رحيله؟ والله يا جماعة ما في حاجة اسمها نمبر وان، كل حاجة ليها اكلها، كل حاجة ليها طعمها، كل حاجة ليها وجهة نظرها. انا ممكن يبقى عاجبك عمل رائع جدا وانا مش عاجبني، عاجبك ممثل قوي وانا مش عاجبني، مش حاجة اسمها نمبر وان. في حاجة اسمها انا بقدم اللي عندي علشان يعجب الناس، مش عشان اتخانق في اعجاب الناس. انا هتخانق في اعجاب الناس ولا انا ممكن يعني في مواضيع الواحد مش عايز يتكلم فيها، بس يعني المساله مش اسمها نمبر 1. نمبر 1 دي حاجه سخيفه جدا، فيها حاجه فيها احتكار، اذا كان جرم الاحتكار على مستوى العالم في جميع الاشياء هنيجي احنا نحتكر ونقول ان في حد نمبر 1. هو استيراد وتصدير، هي سلعه، بالعكس دي نفس بشريه وروح بتقدم واعمال وكتاب كتير قوي. ممكن الكتابة تعجبني ما يعجبنيش الممثلين، ممكن الممثلين يعجبوني ما يعجبنيش التصوير، دي اراء وجهات نظر. انسوا موضوع نمبر 1 ده وبلاش تسالوا في السؤال ده، السؤال ده بيضر الممثلين كلهم والفنانين كلهم. في حاجه اسمها عمل يقدم انا اتقبله غيري ما يتقبله، ممثل اتقبله غيري ما يتقبله.